نحن الآن في منطقة سيدي محمد الحمري وهي أعلى قمة في مرتفعات الجبل الأخضر، وكما تشاهدون الآن عملية تساقط الثلوج بدأت منذ الساعات الأولى لصباح هذا اليوم، وهو ما حذر منه الخبراء في المركز الوطني للأرصاد الجوية. عملية التساقط من المتوقع أن تستمر حتى يوم غد. درجة الحرارة منخفضة تتراوح ما بين 3 درجات إلى 4 درجات مئوية. السلطات المحلية حذرت من التحرك خاصة في السيارات نظرا لصعوبة الطريق وعمليات الانزلاق. كما تشاهدون معي بالكاميرا عملية التساقط تزداد غزارة وكثافة تكاد تغطي سهول وهضاب منطقة سيدي محمد الحمري. الحركة تكاد بالسيارات تكاد تكون معدومة، ليست هناك حركة طبيعية كما في السابق. مشاهدينا كما رأيتم يعني هذا هو حال الطقس هنا في منطقة الجبل الأخضر. مدن البيضاء وشحات والقبة والمرج تجتاحها الأمطار الغزيرة، لكن من المتوقع أيضا أن تبدأ عملية تساقط الثلوج ربما على البيضاء وشحات إذا استمر انخفاض درجة الحرارة بهذا الشكل. أسامة حسن، منطقة سيدي محمد الحمري، تلفزيون المسار.